أهلا بكل حضراتكم في تغطية خاصة هنتكلم فيها عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر المبارك، واللي بينص على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم وأيضا الكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر يوميا الساعة 2 صباحا، مع استمرار خدمة التيكاوي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ال 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة 10 مساء فيما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الإغلاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، معانا الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا أستاذة منى، وحضرتك طيبة وأهلنا في محافظات مصر طيبين وبخير يا فندم. في البداية طبعا هسأل حضرتك عن تفاصيل هذا القرار ومواعيد الإغلاق للمحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر. يعني خليني أقول لحضرتك، هو بالفعل بناء على عرض يعني السيد وزير التنمية المحلية، بالفعل إن شاء الله يعني هتكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية وكذلك المطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان الكريم وأجازة عيد الفطر المبارك يعني يوميا الساعة 2 صباحا، مع استمرار طبعا خدمة التيكاوي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ال 24 ساعة، وده بالنسبة للمطاعم والكافيهات. كذلك على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية المتواجدة داخل الكتل السكنية بالإغلاق يوميا 10 مساء، عدا طبعا الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود كذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين. نص مشروع قرار ألا تخضع المواعيد المشار إليها كل من محل البقالة والسوبر ماركت بطبيعتها طبعا والمخابز، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال زي المحلات الخاصة ببيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وكذلك أسواق الجملة وكذلك الصيدليات. طبعا القرار هيبتدي ان شاء الله من يوم الاربعاء القادم 22 مارس 2023 وحتى نهايه اجازه عيد الفطر المبارك. طيب قولي يا فندم، هل مواعيد الاغلاق بتطبق على جميع المحال التجاريه بجميع المحافظات ولا يوجد استثناءات في المحافظات والمدن السياحيه؟ هو طبعا بناء على عرض السيد المحافظ المختص فيما يتعلق بالمدن السياحيه على السيد وزير التنميه المحليه رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، هو بيتم العرض ثم تتخذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، لكن حتى يعني بالنسبة لجميع المحافظات المصرية القرار اللي عرض على مجلس الوزراء وتم اتخاذه اليوم هو ده اللي هيطبق على مستوى المحافظات المصرية. طيب هل يا فندم لخيام رمضان استثناءات؟ لا، هو خيم رمضان يعني فيما يتعلق، عارف حضرتك الخيمه مرتبطه بمواعيد معينه، الخيمه مرتبطه بموعد الافطار وبمكان بعينه، كذلك الامر الخيمه مرتبطه بالنسبه حضرتك تقولي لو خيمه في مكان من الاماكن الخاصه بالافطار صحيح لها مواعيدها، الخيم الاخرى طبعا الخاصه بواخده تصريح من وحدات الاداره المحليه المختلفه بتبقى المواعيد بتاعتها بتكون متاحه وفقا للتصريح اللي واخداه. طيب طبعا بتغطي فتره السحور يعني. طيب قول لي يا فندم، هل هيكون في لجان لمتابعه وتنفيذ مواعيد الاغلاق؟ تمام يا فندم، هو يعني اللجان بتكون على مستوى المراكز والمدن والاحياء بتنزل تتابع العمليه دي بحيث انها تتاكد تمام التاكد ان الورش مش قاعده من بعد الساعه 10، انه مثلا المحل المفروض تقفل الساعه 2 صباحا مش قاعده لما بعد ذلك الى غير ذلك. طيب وايه هي يا فندم عقوبه المحلات المخالفه لمواعيد الاغلاق؟ هو طبعا القانون يعني مطبق من سنه 2020، وبالتالي هناك طبعا التنبيه بعد ثم بعد ذلك
بيكون في هناك غرامات على حسب التدرج، وطبعا ثم بعد ذلك بيكون عمليه بياخد قرار بالغلق لحين لما بيوقف اوضاع. دكتور خالد قاسم بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى معلومات حضرتك القيمه. شكرا يا فندم. كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، وانتظرونا في تغطيات اخرى على مدار اليوم. كنت معاكم انا منى يحيى، والى اللقاء.